مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحياكم الله في حلقه جديده من برنامج أوراق سياسيه. اليوم مشاهدينا الكرام كالعاده ضيفنا مميز، ضيفنا عقليه اقتصاديه فذه ومميزه وصاحبه رؤيه ثاقبه، لديها افكار ومخططات اقتصاديه من اوائل اعضاء جمعيه الشفافيه الكويتيه، اول من نادى بتأسيس قانون هيئه سوق المال. ورئيس فريق العمل المكلف باعداد مسوده القانون. تعتبر رابع امراه كويتيه تحصل على المنصب الوزاري منذ نيل المراه الكويتيه لحقوقها السياسيه، واول وزيره للتجاره والصناعه. ضيفتنا اليوم مشاهدينا الكرام وزيره التجاره والصناعه السابقه ووزيره طبعا الدوله لشؤون التخطيط والتنميه. دكتورة أماني خالد برسلي حياك الله دكتورة الله يحييك يا هلا الله دكتورة بداية كعادة يعني برنامج أوراق سياسية نأخذ أبرز المحطات أو السيرة الذاتية في حياتك بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أنا حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة الكويت تخصص بنوك <applause> آه الماجستير من الولايات المتحدة الأمريكية جامعة سياتل آه هذا كان في وقت احتلال... آه 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 فترة الغزو فترة الغزو نعم. أه حصلت على الماجستير في سنة 1992 نعم. أه بعد هذا مارست مهنة التدريس لمدة لفترة من تقريبا خمس سنوات ومن ثم يعني استمريت في تحصيل يعني شهادة الدكتوراه نعم. فتوجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1998 نعم. أه للحصول على شهادة الدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية أه يعني حرصت على أن تكون الشهادة من الولايات المتحدة الأمريكية من جامعة سيات من جامعة سذرن إلينوي يونيفرسيتي كاربونديل وهي جامعة يعني في تخصص التمويل متميزة أه حرصت على أن تكون من أمريكا لأن كان في أحد الشروط للتعيين في جامعة الكويت أن تكون جامعة الكويت كلية العلوم الإدارية أن تكون حاصل على الدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية. <تأكلم> طبعا كان بالنسبه لي تحدي مع وجود اسره ولكن الحمد لله يعني بفضل الله قدرت اني يعني احصل على شهاده الدكتوراه. <تأكلم> بعد شهاده الدكتوراه انت طبعا لما تس يعني تمضي فتره من الوقت في الدراسه في دول متقدمه دائما يعني بحكم الدراسه وبحكم الـ 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 الابحاث وبحكم حتى يعني الـ 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 الاكسبوجر للسوق هذا اللي نعم. يعتبر متح... متقدم دائما تفكر في نقل الم... ما هو أفضل لديرتك صحيح. فيمكن هذا يمكن اللي خلاني أول ما رديت الكويت بعد حصولي على الدكتوراه نعم. لأن يمكن حتى البحث بحث الدكتوراه كان يتعلق في عمل الأس إي سي اللي هي هيئه اسواق المال الامريكيه. مهم. وكان دورها مميز مميز في حمايه المستثمرين وفي تنظيم السوق وفي دعم موضوع الشفافيه. مهم. لهذا يمكن تم اختياري بعد يعني لما مارست العمل في جامعه الكويت كعضو هيئه تدريس في قسم التمويل ان يعني اكون او اترأس فريق العمل لقانون لاعداد مسوده قانون هيئه سوق مهم. المال. راح ناتي لهذا الامر دكتور. دكتوره لكن ما ودي انا اقفز قفز قفز قفزات وانت عدد محطات مهمه جدا، انا أبرز ابي ابرز المحطات دكتوره اللي يعني في فتره الدراسه، شلون قدرت توفقين بين الاسره وبين الدراسه؟ وهذا امر شاق جدا يعني خصوصا الانسان دائما ما يتعذر بالاسره وبالتالي كثير من الاشخاص يفقد يعني الامل في اكمال الدراسه بسبب الاسره، نبي شلون قدرتي التوفيق بين العمل او بين الاسره وبين الدراسه طبعا ما كانت العمليه سهله كانت جدا صعبه خاصه في ظل يعني برنامج الدكتوراه اللي يعني متطلباته كثيره يمكن اول سنتين كانت مقررات تتطلب الحضور اليومي وامتحانات بشكل يعني مستمر ولكن يعني بحمد الله طبعا يمكن دعاء الوالدين وثقه يمكن الوالد كان الله يرحمه كان نعم. لديه رغبه شديده في اني اكمل الدكتوراه نعم. يعني من زمان فيمكن هذا كان من احد الدوافع اللي خلت عندي اصرار نعم. على ان يعني استمر في التحصيل العلمي بالاضافه الى يعني دعم الاسره ودعم زوجي وحتى عيالي لاني اكمل هذه هذا التحصيل العلمي نعم. طبعا ما كان سهل ما كانت ابدا سهله العمليات نعم. أه تعبت يعني حتى صحيا ونفسيا لان كان متطلباتها كثيره يعني قبل امتحانات الدكتوراه اللي هي نسميها الكومبريهنسيف اكزامز اه يعني لما قعدت مع الادفايزر اساله شلون نبدا الدراسه اه قال لي كل ما طلعت يعني مو عارفه شنو اسوي قال لي اي شيء يتعلق بالتمويل انت مسؤوله عنه يعني كل شيء بالتمويل تقرا <applause> تقرينا وممكن نسالك فيه فهذا يعني كان ما كان شيء سهل أنه راح ندخل امتحان والامتحان هذا راح يعني امتحانات تحريريه وامتحانات شفهيه مقابلات أنه راح اسال في اي موضوع بالتمويل وفي الاستثمار وفي المؤسسات الماليه وفي الاسواق العالميه فيعني فترة سنة قعدنا نحضر لهذا الامتحان، كنا يعني نسوي جروبس وكانت العملية شاقة، ولكن الحمد لله يعني أنا شاكرة لله تعالى أن قدرت الحمد لله أكمل شهادة الدكتوراه وأحصل على هذه الشهادة. شنو دكتور أبرز المواقف الطريفة يمكن اللي مرت عليك في حياتك خصوصا فترة الدراسة؟ يعني يمكن احنا قبل البرنامج تناقشنا على موضوع متى حصلت على شهادة الدكتوراه 2001 وكان تاريخ الدفنس عندي 5 9 2011 في تاريخ سبتمبر 11 يعني عقب تقريبا اسبوع وانا قاعده اجهز ل يعني نقل العودة, الى دوله الكويت م. كان يعني من غير اليوم موضوع الـ الـ سبتمبر 11 ايفنت في الوول ستريت في نيويورك فكنت حتى مسكره التلفزيون وقاعده اشيل وبكره الطياره نعم. اتصلت فيني الوالده قالت لي ما شفتي الاخبار؟ قلت لها لا نعم. ولا يعني الدنيا معفوسه نعم. والمطارات سكرت بس يعني اضطريت اني اقعد اسبوعين زياده نعم. لحد ما فتحت المطارات فكان هذا موقف يعني حزين طبعا وكان بالنسبه لي يعني ايضا خلقت يعني مشكله اضافيه وين نقعد؟ سكرنا الشقه ولازم نسلم الشقه ونطلع من البيت بس الحمد لله ما عدت, عدت كثير من المواقف بس ما, ما يسعنا ان نتكلم فيها بالبرنامج. طيب دكتوره ذكرتي إن قبل قليل انت بعد يعني ما اصبحتي عضوه في هيئه التدريس بديتي اعداد موضوع هيئه اسواق المال، تكلمين عن هذه المرحله واهميه هذا الموضوع. طبعا يعني لما كنا بحكم التخصص نبحث عن معلومات غير متوفره في متوفرة في الكويت. في الكويت. نعم. يعني أي باحث أو أي أكاديمي أو أي حتى مستثمر يبحث عن معلومات يجد صعوبة كبيرة في الحصول على معلومات في أمريكا بس سيرش نعم. يجدها على يعني كافة الـ 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 يعني المواقع. نعم. فالسبب الرئيسي هو ضعف الشفافية ذاك الوقت في الأسواق المحلية أو في السوق الكويتي الجهة المسؤولة على دعم وتعزيز عنصر الشفافية والمعلومات هي الجهة الرقابية من حقوق المستثمرين هو توفير المعلومة لهم فلهذا السبب قمت برفع يمكن كتاب وصادف ذاك الوقت كان في ازمه ماليه سنه 2006 نعم بدايه الازمه العالميه دكتوره ولا قبلها قبلها كان عندنا نعم. ازمه محليه في نعم. السوق الكويتي نعم. فبادرت في كتابه مقترح وذاك الوقت كان الوزير دكتور يوسف زلزله نعم. وهم شفت له مقابلة يتكلم على البورصة والهيئة فقلت له ترى دكتور يمكن من أحد الحلول لدعم موضوع الرقابة على السوق وحماية المستثمرين ودعم وجود معلومات بمستوى عالمي هو وجود الهيئة وقدمت له مقترح وصراحة يعني على طول في ذاك الوقت بادر في أنه يعني يستعين فيني مع مجلس الوزراء لترأس فريق العمل وصدر قرار مجلس الوزراء للبدء في التحضير لإعداد المسودة نعم. يمكن المسودة أو القانون اللي الآن تم تمريره جزء كبير أو 70% منه هو القانون اللي قمت بإعداده نعم. شنو شنو يعني المشكلة اللي يعاني منها سوق الكويت للأوراق المالية دكتور لما أنت اعددتي هذا المشروع شنو كنت تشوفين من خلل موجود حتى نحتاج إلى يعني مشروع هيئه اسواق المال لا انا يعني كل الاسواق يجب ان يتوفر فيها مثل البنك المركزي هل يعني ممكن تتخيل ان البنوك تعمل دون رقابه البنك المركزي نفس الشيء ان احنا كنا نعمل دون وجود جهاز متخصص يراقب السوق من, من السوق اللي هي الشركات المدرجة والبورصة يعني إحنا كانت البورصة من 1983 وقبل أزمة المناخ تعمل دون وجود رقابة عليها صح. فكان في خلل عندنا في السوق في الهيكل التنظيمي للسوق المحلي كان يعاني من خلل كبير. لهذا السبب انا يمكن بادرت في انه فعلا احنا بحاجه الى ان يعني نرفع من مستوى السوق المحلي الى المستويات العالميه وطبعا سنه 2007 2008 كان 2007 2006 2008 كانت كل اسواق دول مجلس التعاون قد قامت بتاسيس هيئه، هيئه لسوق المال. فيعني احنا دوله الكويت مو اقل منهم انها يكون لديها جهاز رقابي، وطبعا انت في النهايه يجب ان يكون السوق الكويتي يعني يرقى الى المستويات العالميه، ويرقى الى مستوى تحقيق رؤيه صاحب السمو لتحويل الكويت الى مركز مالي، دون دون وجود من احد يعني الركائز الاساسيه لرفع الدوله الى التحول الى سوق مركزي. مركز مالي مالي نعم. هو ان يكون في جهاز رقابي نعم. بمستوى عالمي. وين وصلنا الان آه دكتوره؟ الان يعني طبعا يعني الحمد لله تم نعم. تمرير مسوده آه في سنه 2010، نعم. قانون رقم 7 2000 صدر سنه 2010 لتنظيم السوق المالي، والهيئه بدات عملها ونتمنى لهم التو... التوفيق يعني نعم. كل شيء. بس بداية دكتوره غير مشجع يعني شفنا مشاكل، شفنا يعني حتى دخلت الهيئه في مشاكل مع مجلس الوزراء على بعض التعيينات اللي حصلت لا هذه هذه كانت مشكله سنه يعني العام اثيرت من يعني بسؤال برلماني ان هناك ثلاثه من الاعضاء في عندهم مخالفه لاحد النصوص القانونيه ان وهي التفرق وتم يعني المضي باجراءات ويمكن دشت المحاكم ولكن المحكمه ايدت السؤال البرلماني ان هناك مخالفه والان تم تعيين ثلاث اعضاء غير الاعضاء اللي تم يعني خروجهم من الهيئه ولكن انا يعني ودي اتكلم على ان اي جهاز رقابي لا يمكن ان يعني يعمل بسلاسه من اليوم الاول نعم. دائما عمليه التغيير ودخول لا السوق لا تتقبل في البدايه إيه دخول السوق من عدم وجود جهاز رقابي الى وجود جهاز رقابي هي عمليه يعني قد خلقت او تخلق او مقاومه من قبل بعض الجهات بالاضافه الى ذلك صدرت لائحه كان فيها يعني بعض الاشكاليات وكان الكل يتحدث عن ان في بعض المشاكل في تطبيق بعض المتطلبات، ولكن انا مره ثانيه اقول لك ان البدايه دائما تكون صعبه وانا اتوقع خلال سنه او سنتين الامور راح تكون اوضح ومستقره اكثر، خاصه اذا كان في تواصل ما بين الجهاز الرقابي مع الجهات التي